وينضم إلي عبر الهاتف الدكتور فتحي الفاضلي الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي. أهلا بك دكتور، ما تعليقك على هذه التصريحات للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك تصريحات غسان سلامة حول خرق الهدنة بقصف مطار معتيقة الدولي؟ ممكن أن تعيد أستاذ الكريم سؤالك بعد أنك صوت شوية نعم دكتور، سألتك عن تصريحات المسؤولين الدوليين خاصة أنطونيو غوتيريش وغسان سلامة حول استهداف مطار معتيقة الدولي واعتبار ذلك خرق كبير للهدنة. أستاذي الكبير، أعتقد أستاذ محمد بعد إذنك يعني أن الطرف الثاني أو ما يسمى بالكرامة راهن على خطوة واحدة وهو الحل العسكري ولن يتوقف على الإطلاق، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، ولذلك لا أستغرب حقيقة استهداف أو استمراره في ما يسمى بخرق الهدنة. هو مخترق هدنة مخترق قرار مجلس الأمن، لأن قرار مجلس الأمن اللي يفترض أنه أعلى سلطة وقوة في العالم من مؤتمر برلين ومن باقي المؤتمرات أو اللقاءات التي تمت حول ليبيا في جميع أنحاء العالم من روما باليرمو وما إليه وبوظبي ومش عارف ومصر، يفترض أن مجلس الأمن السلطة والنفوذ الأقوى في العالم وأصدر قرار بعدم توريد الأسلحة وعدم انتهاك هذا القرار. ومع ذلك الطرف الثاني بما في ذلك فرنسا والإمارات والسعودية ومصر تنتهك في هذا القرار، قرار مجلس الأمن منذ زمن طويل جدا من 2014 ربما من قبلها أيضا. فما هو الاستغراب في أن ينتهك ذلك الطرف وأولئك الحلفاء يعني قرار صدر في مؤتمر عام في برلين غير ملزم لم يوقعوا عليه، حتى الاتفاق كان شفهي يعني لم يكن موقع ولم يكن رسمي، حتى لو وقع على فكرة هم راهنوا على وجهة واحدة، راهنوا على حصان واحد ولا يملكون خط رجعة إلا الاستمرار في هذا النهج، نهج القوة ونهج الحل العسكري، وبالتالي لابد أن يقابل هذا الأمر بالمثل. أيضا غوتيريس ومسؤول البعثة الليبية يدركون هذا الحظر منذ زمن، أن الحظر منتهك منذ زمن برغم مرة ثانية قرار مجلس الأمن، يعني هذه المدرعات وهذه الآليات. بالتالي كيف تقيم تعامل هؤلاء المسؤولين الدولين والأمم المتحدة مع خليفة حفتر باعتباره يعني خرق حتى قرارات مجلس الأمن الدولي دكتور؟ ويدركون ذلك جيدا جيدا جيدا. نعم أستاذ الكريم. نعم دكتور تسمعني الآن؟ نعم أستاذ الكريم. نعم دكتور، سألتك عن تقييمك لتعامل هؤلاء المسؤولين والأمم المتحدة مع خليفة حفتر باعتباره يعني خرق كل المواثيق والقرارات الدولية. نعم أستاذ الكريم، هناك تغيير طفيف الصوت المضاد لمعسكر خليفة حفتر، يعني تغيير معنوي طفيف جدا جدا حول أن بنغازي ما فيهاش أمن وما إلى، ونحن ندرك ذلك منذ زمن، يعني يحاولون الضغط عليه لقبول حلول، ولكن الطرف الثاني. وأذكر نفسي وأذكرك أستاذ محمد المشاهد الكريم بشيء كررناه، أن خليفة لا يملك صناعة قرار بهذا الحجم، قرار بتوقيع أو إيقاف إطلاق النار أو قرار بهدنة أو بشن حرب، خرجت السيطرة من يد خليفة، هي في يد الحلفاء الذين لا يملكون إلا وجهة واحدة. أما تعامل المسؤولين حقيقة عبثي واستهتار، يعني نوع من التهديد المعنوي عبر نشر أن المنطقة التي يسيطر عليها خليفة بنغازي على سبيل المثال ما فيهاش أمن وفيها مخدرات وأين سرديوة وما إليه، والكلام اللي يقول فيه المواطن الليبي العادي، لكن الضغط الحقيقي لا يتم إلا بقرارات جادة تنفذ وإزاحة الدول التي تدعمه وتصنع له القرار وتمده بالأسلحة والأموال والدعم الإعلامي. لابد من خطوة عملية جميعنا نتفق على أن المجتمع الدولي في ذلك الوقت أو المسؤولين صادقين فيما يقولون وفيما يقررون. شكرا لك دكتور فتحي الفاضلي الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي، وكنت معي عبر الهاتف.